السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطع جديد من قناة سوبر كينج. اليوم أو هذا المقطع ما راح يكون مود اليوم، حل مشكلة التعليق. أوكي، هذا الشيء يعانون منه الكثير، مشكلة التعليق، وبالأخص الذين يملكون الآيبادات. نشاهد معكم. أوريكم كيف تخلونا ما تعلق. بعض الناس تطلع لهم لقطة توقف جي اس اس كثير، كل شوي تطلع، بس لو سويت هذا الشيء ما راح يقول لك لقطة توقف اللعبة كثير، يعني قليل. اوكي، اول ما تدخل اللعبة احطلك بهذا الواجهة، نضغط السيتينج او الاعدادات، نضغط ثالث خيار هو هذا التلفاز. وشاهد معكم هذه الأشياء، هذا الكلام، هذا اللي صفر، صفر مية. هذا لو خليته مية اللعبة راح تعلق، لو خليته صفر اللعبة ما راح تعلق للأبد، إلا إذا خليت رجعتها مية راح تعلق. إما دخلتها صفر ما راح تعلق، وما راح يقول لك لقد توقفت اللعبة كثير. أوكي، اليوم ماذا مقطعنا علمناكم كيف تحلون مشكلة التعليق. أوكي، لا تنسى الاشتراك في القناة، سوي لايك.